بتنصح انت ابو البنات استني شويه بتنصح البنات بايه انت ابو البنات؟ لا انصح يا استاذ انت اب وعندك بنات أيوة. في مواضيع تطرح للمناقشه وخلاص فيش نصايح للبنت يا بنتي كذا لا لا مش عارفه ايه لا لا لان انا ما بخبيش اي حاجه من الاول خالص عشان يبقى فيه ما هو احنا بننصح ليه عشان ما بنصرحش وما بنشرحش الامور كما ينبغي ان تشرح ولكن نستعمل التورية نستعمل الكناية بقول لما يوقع المحظور ما نعرفش نعمل ايه طب ما تشرح من الاول لو شرحت من الاول مش هتحتاج للنصايح دي ممكن محمود اللي انت بتهيالك انها مفيدة بتهيالك انها مفيدة اه هي غير مفيدة الله اعلم اه